شدد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام والتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع. أشار الدكتور وليد المانع إلى ضرورة الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، إذ يتحقق ذلك من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 والتي ستساهم في الحد من انتشار الفيروس.